سامي فارسي, one of the pillars of the pediatric nephrology في عين شمس. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده لساني يفقهوا قولي. طبعا بشكر دكتور طارق, دكتور حنان على الدعوه الكريمه للمؤتمر اللي ولد عملاق وهيظل عملاق ان شاء الله. هتكلم شويه النهارده عن اكيد كيدني انجري. داز ات اولويز مين دايلاسيس ولا لا؟ احنا عاده على طول عيانين او الناس اللي في الكلى اول ما يدخل عيان باي كي اي تعال اغسل, والخناقه اللي ما بيننا على طول نغسل ولا ما نغسلش. بس this lecture is sponsored by Neste Health Science, but without any interference in scientific content. القصة الأولانية اللي هبتدي بيها هي female patient 14 سنة, الكومبلين بتاعها كان أنوريا of one day duration 7 أيام, السيرم كرياتين بتاعها كان 14.5, اليوريا كان 450, البوتاسيوم كان 6.8, البنت كان جايب أسكوبيك ريدنج, الـ pH بتاعها كان 7.15 والبايكار كان 8. ما عرفناش نعمل بيبي ابدونال التراساوند ساعتها لان البنت كان عندها بقى جنرال كونديشن, فطلبنا ساعتها ان احنا نركب لها قسطره. بعد تركيب القسطره بساعتين البنت جابت 6000 ملي يورين. الهيستوري بتاعها لما اتاخد كان في سكن ما بين تو ويكس ديوريشن 6 بي ام بعد 12 ساعه بالظبط من تركيب القسطره والكونزرفتيف تريتمنت اللي احنا ابتديناه. الكرياتين نزل 4.5, يوريا 200, البوتاسيوم 3.3, بعد شويه عمل لها ام ار اي طلع في مشكله عندنا سباينال كورد ماس. العيانه الثانيه العيانه دي مع انها الكرياتين بتاعها كان عادي ما احتاجتش تعرف. العيانه الثانيه فيميل 1.5 years old, الويت بتاعها كان 11 كيلو, كان جايه من بلاد دايريا اوف 2 دايز ديوريشن, والهيستوري كان في جاسترونترايتس بريزستنت فومتنج اوف 4 دايز ديوريشن, وكانت انوريك فور 12 اورز باي هيستوري, ما عنديش دوكيمنت ليها. في الاكزامينشن طلع عندها مودريت ديهايدريشن, السي بي سي كانت توتال كانت 21000, هيموجلوبين 7.8 والبليتلتس 100, السيرم كرياتين بتاعها كان 3.6, اليوريا 180, بوتاسيوم 7, والال دي اتش 2610, والسي ار بي كان نيجاتيف. العيانه ديت برضه تركب لها قسطره بس ما كانش في يورين اوتبوت ل 12 ساعه كمان. بقى عندي ريكومنديشن دلوقتي ان ما عنديش يورين اوتبوت لمده 12 ساعه. فركبنا ماهوكر واحتاجنا نعمل دايلاسيس 1 سيشن. بعد الدايلاسيس ب 12 ساعه الكرياتين نزل 2.9, يوريا 140, بوتاسيوم 5.5, والهيموجلوبين كان 5.4, خدنا باك تو ار بي سيز. الصفايه كانت 35 وما خدناش دم عليها. اليورين اناليسيس لما اتعمل بتاعت ايه بول بعد شويه كان في ار بي سيز اكتر من 100 وكان في قلب منور. بعد يوم من الغسيل الكرياتين نزل 2.6, اليوريا 120, والبوتاسيوم كان 3.5. بعد ما ابتدى يعني نعمل بول كويس عملنا 24 اور بروتين طلع فيها 3.3 جرام بير داي بروتين, ولما اتعمل الادم دي 13 اكتيفيتي طلع 11% غالبا دي اتش اس, محتاج الدايلاسيس وانس وما رجعناش تاني للدايلاسيس. وات از ذا برودكت اوف ذا كيدني؟ سينج ذا برودكت اوف ذا كيدني از يورين از لايك سينج ذا برودكت اوف ذا فاكتوري از بوليوشن. يورين از ا باي برودكت والبرودكت بتاعنا از هوميوستيس. ايه بقى الاي كي اي دوت؟ الديفينيشن بتاع الاي كي اي, الاي كي اي ديفايند ات ذا فولوينج, اني اوف ذا فولوينج, واحده من دول هقول انها اي كي اي. لو لقيت انكريس في السيرم كرياتين اكتر من 0.3 ملي جرام بير دي سي ليتر في خلال 48 ساعه. اثنين, ان انا الاقي انكريس سيرم كرياتين اكتر من 1.5 تايمز الديز لاين, وبالتالي هنا لازم يكون معايا ديز لاين. ديز لاين هجيبه ازاي؟ لازم يكون في خلال السبع ايام الاخرين. يعني لو ما عنديش ديز لاين كرياتين في اخر سبع ايام مش هاخد ده. اخر حاجه ان انا الاقي اليورين فوليوم اقل من نص من الكي جي بير اور اكتر من ست ساعات. زمان كنا بنسمي الاكيد كيدني انجري اكيد رينا انسفشنسي, وكان التعريف ساعتها اتس كلينيكال سيندروم ان ويتش سادن ديتيريوريشن ان رينال فانكشن ريزلتس ان اتيليتي اوف ذا كيدني تو مينتين فلويد والكترايت هوميوستيزس اند تو وذ ريتنشن اوف نيوتريشن سويست امبروفمنت. الاي كي اي بتحصل كتير تقريبا الفريكونسي بتاعتها من 2 ل 3% في البيدياتريك بيشنت في التيرشري هوستل و 8% في النيكيو. عشان كده ابتدينا نفكر نعمل حاجه اسمها رايفز كلاسيفيكيشن. الرايفز دي جت منين؟ جت من الخمس حروف الاولانيين لريسك انجري فيلير لوس وفي الاخر اند ستيج. حطينا تو كريتيريا عن طريق جي اف ار السيرم كرياتين بتاعنا, وكريتيريا ثانيه عن طريق يورين اوتبوت. اليورين اوتبوت هو اللي هيبقى سهل لنا في شغلنا في الكلام. ف
فقلنا ريسك لو لقيت الكريات بتاعتي من الجي اف ار، الكريات بتاع البيز لاين عالي 1.5 البيز لاين بتاعي بلس ان الجي اف ار نزل اكتر من 25%، او الميون اوتبوت بتاعي بقى اقل من 0.5 مللي جرام سي سي بير كي جي بير اور ل 8 ساعات، احنا كده في ريسك. دخلنا في الانجي، ابتدى السيرم كريتين بتاعي بقى دبل، والجي اف ار بتاعي نزل لاقل من 50%، اليون اوتبوت فضل زي ما هو 0.5 بس اقل لمده 16 ساعه. البوينت الثانيه دي اللي احنا اشتغلنا عليها في العيادات الثانيه، دلوقتي بقى عندي اكتر من 12 ساعه الدنت ما بتجيبش. الفيلير دخلنا في سيرم كرياتين اكتر من 0.3 والجي اف ار بقى اكتر من 75%، هنا اجيب حاجتين، لما اليون اوتبوت بتاعي اقل من 0.4 اورز او كومبليت انوريا فور 12 اورز. لو الفيلير ده بريزستنت فور 4 ويكس بقى اسمها لوست، لو بريزستنت فور 3 مانس بقى ده اسمها اند ستيج. الجديد جود لاين في 2017 برضه عملت نفس القرارتيه بس سميتها ستيجنج، ستيج 1 و 2 و 3. الستيج 1 كان معتمد على السيرم كرياتين بس بدون الجي اف ار، انه السيرم كرياتين بتاعي بقى 1.5 ل 1.9 تايم بيز لاين، وفي نفس الوقت اليون اوتبوت اقل من نص مل بالكي جي بير اور من 6 ل 12 ساعه. الستيج 2 من 2 ل 2.9 من 10 تايم، ومعايا اليون اوتبوت اقل من 0.5 اكتر من 12 ساعه. ستيج 3 حط ثلاث حاجات، انه يكون 3 تايمز البيز لاين للكرياتين بتاعي، او حصل السيرم في انكريز السيرم كرياتين اكتر من 4 مللي جرام، او حصل انيشيشن اوف رينال ريبليسمنت ثيرابي وات ايفر بروتينيا هيموداياليسيس سي ار ار تي وديكريس في جي اف ار اقل من 35 مل بير مينت. في الفتره ديت كيون اوتبوت لازم يكون اليون اوتبوت بتاعي اقل من 0.3 مل بير اي جي بير اور اكتر من 24 ساعه او كومبليت انوريا اكتر من 12 ساعه. ايه الكوزز اوف اكتيفيتي انجري؟ زي ما احنا عارفين من زمان في الرينا رينا البوسترينا الحاجات البرينا الاساسيه ديهايدريشن هيمورج سبسس والهايبو البومينيا زي الفورتك سندروم والكارديك فيلير. الانترنسي فينا زي جومينو فرايتس البوست انفكشوس الاس ال اي الهيرش لاين بيركرا الممبرينال بروجكتيف انتي جلوبيزم برين ديز الاتش او اس طبعا الاكيوت تيوبولار نيكروزس رينا بين ثرومبوزس رابدو مايوليسيس واخيرا الاكيوت نيوترينفايتس وتيومر لايسيس اند تيومر انفلتريشن. البوست رينا غالبا يكون بوستراكشر، والبوستراكشر غالبا بيبقى باين ايه الحاجات اللي عندنا ممكن تعمل كده، البي او جي اوبستراكشن البيتريوتيك جانكشر اوبستراكشن اليوريثروسيد يوريثيزيس تيومرز الفايكوتيك ريفلكس نيوروجينيك بلادر نيوروجينيك سيستايتس واشهر دواء بيعمل لنا كده هو السايكوفيس وايت البوستيريور سامبل. دي اشكال الجنين بتاعت الفايكوتيك ريفلكس ده شكل النيوروجينيك بلادر بتاعتنا الكريسماس تري ابيرز البيلفيرتين جانكشن اوبستراكشن البلادر ليك او البوستيريور يوريثرال فالف اليوريثروسيد البريه اي كي اي كاركترايز باي لازم يبقى معايا دي ايمرج افكتيف سيركليتنج ارتيريال فوليوم ليدز تو ان اديكو رينال بيرفيوجن وذ ديكريس جي اف ار ما فيهاش ايفيدنس اوف كيدني دامج نو ايفيدنس اوف كيدني دامج اذا ذا لاين كوز از بيرسيستنت لو از بيرست غالبا الرينال فانكشن بترجع للنورمال انما لو حصل بيرسيستنت ليها بتخش البارينكيمال دامج. الانترست رينال لازم يبقى معايا حاجتين رينال بارينكيمال دامج وغالبا بقى انكلودنج سستين هايبر بيرفيوجن اند سكيم. في البوست رينال اي تي اي لازم يحصل فيه اوبستراكشن باي اوف ذا رينال تراكت وغالبا في تو فانكشن كيدني لازم يكون الاوبستراكشن ده باي لاترال. ريليف اوف اوبستراكشن يوجوالي ريزلتس ان ريكفري اوف رينال فانكشن اكسبت لو العيان ده مع رينال ديسبليزيا او بروجد رينال تراكت اوبستراكشن. ازاي اشخصه؟ طبعا بالهيستوري الاكزامينشن اشوف الهايدريشن ستيتس الويت السكن الاسايتس بلا بريشر وكابيلا ريفيل واليورين اوتبوت. اللاب كيدني فانكشن تيست الالكترولايت اليوريك اسيد والسيرم كرياتين والفوسفورس والكالسيوم الفتيز السي بي سي والاي بي جي. هقف هنا كل ده يا جماعه اسمه كيدني فانكشن كل ده اسمه كيدني فانكشن السيرم كرياتين والوريه فقط لا غير. سي 3 يورين اناليسيس طبعا راديولوجيكالي هشوف الكيدني بتاعتي اذا كانت نورمال ولا لا سمول سايز ولا لا واخيرا تشيست اكس راي اند رينال بايوبس. اهم حاجه بقى الجزء بتاعنا هو التريتمنت. الميديكال تريتمنت بتاعنا في عيانين بتوع الاكيوت كيدني انجري واحد ان انفانتس وذ تشيلدرن وذ ريل تراك انفكشن اوبستراكشن زي البوستيريوثرال لازم يتحط فيه بلادر كاستر. البلادر كاستر لما حصل كده في العيان الاولانيه كانت بتاعنا نزلت 12 ساعه تقريبا 10. اشوف الفوليوم ستيتس بتاعتي العيان دوت في فوليوم اوفرلود ولا كارديك فيلير مفيش حاجه من الحاجات ديت يبقى دي انتر فاسكولار فوليوم
بالاكسبانشن اوف انترافينوس ادمنستريشن اوف ايستوريك سلاين 20 مللي بير كي جي اوفر 30 مينتس. لو مفيش بلاد لوس مفيش هايبوبروتينيميا الكولويدز مش ريكوايرد ان احنا ندخلها كفوليوم اكسبانشن. سيرم سيفير هايبوبولينيا ريكوايرد اديشنال فلويد بولوسيس انا ممكن ادي مره شوك ثيرابي وبعديها تاني ادي شوك ثيرابي وبعديها تالت ادي شوك ثيرابي. كنت زمان بقول ان وقف الاستقبال ما تدخلش العيان بتاعك من الكشك غير لما العيان يفايد. العيان جاب يوري خلاص دخلته، ما جابش يوري ما تدخلش من الترايش. الدايركت ثيرابي شود بي كونسيدر اونلي افتر ذا ادكوسي اوف سيركيوليتنج بلاد فوليوم. لو ما فيش ريسبونس تو دايركت تشالنج بعد اذنك ابتدي اعمل فلويد ريستريكشن عشان ما تخش في فوليوم اوفر لود. يعني ايه فلويد ريستريكشن؟ يعني البيشنت بتاعي هياخد 400 مللي بالمتر سكوير بير داي اللي هو السيستم بلس بتاعتي زائد اليورين اوت بوت. الفلويد انتيك اليورين ستول اوت بوت البادي ويت والكيمستري لازم تبقى مونيتور ديلي. يعني ايه هايبركاليميا؟ هايبركاليميا هي اكتر حاجه بتاثر عليا في قصه العيانين بتوع الاي كي اي. هايبركاليميا يعني البوتاسيوم بتاعي فوق 5.5. ليه بقلق من هايبركاليميا؟ عشان الكاردك اريزميا والكاردك اريست وبعد كده بيدخلني في ده. الايرنست اي تي دي تشينجز غالبا بتبقى بيج تي ويف والبيج تي ويف غالبا بتظهر لما البوتاسيوم بتاعي يعدي 6.5. لازم بعد البيج تي ويف تبتدي يظهر دي وايدنج في كيو ار اس فلاتن بي ويف وبرولونج تي ار انتر. في التيومر لايسس سندروم الاي سي دي تشينجز دي ممكن تحصل بدي عن كده. ادي اي سي دي ده الاي سي دي بتاعتي بيوريني بيج تي ويف وبيوريني فلات بي ويف. الهايبر كاليميا حكي قصة كده بسيطة. أغسطس 2004 كنت لسه داخل المستشفى نايم جونيور كنت في واحد في المحضر